نأتي الآن لشرح أنواع الجذور، وإحنا بنقسم الجذور على حسب منشأها إلى قسمين كبيرين. القسم بنسميه الجذور الأصلية أو الابتدائية أو الأولية اللي هي برايمري روتس، ونعرف الأسماء دي أطلقت ليه على هذا النوع من الجذور. القسم الثاني بنسميه الجذور العرضية. نبدأ بأول قسم عندنا اللي هو الجذور الابتدائية. نشوف إيه هو الجذر الابتدائي. هو الجذر الذي ينتج عن نمو الجزيئة، وسمي باسم الجذر الابتدائي لأنه ناشئ من المستيم الابتدائي وهو الجزيئة. كما يطلق عليه أيضا اسم الجذر الأصلي. ليه بقى يطلق عليه الجذر الأصلي؟ يعني عرفنا إنه هو جذر ابتدائي لأنه ناشئ من المستيم الابتدائي، وسمي بالجذر الأصلي لأنه ينشأ من المنشأ الأصلي للجذور في الجنين وهو الجزيئة. هنشوف أيضا أو في بعض الكتب بيطلق عليه بالجذر الأولي، وكلمة أولي هنا مش مقصود بها إن هو بدائي، وإنما أولي يعني الأول في الترتيب بين الجذور اللي بتكون المجموع الجذري زي ما هوضح دلوقتي. بس علشان الناس تفهم الأمور بتبقى أكثر وضوحا، نعرف يعني إيه ميريستيم ابتدائي، ونقول ميريستيم ابتدائي هو ميريستيم ينشأ من انقسام خلال ميريستيميا سابقة له. وعلشان بتوضح أكثر نرجع تاني لما اتكلمنا عن التلقيح والإخصاب، قلنا لما بيحصل الإخصاب بيتكون الزيجوت، والزيجوت ده عبارة عن خلية واحدة. الخلية دي لما بتنقسم بتدي كتلة من الخلايا بتشبهها تماما، وهذه الكتلة من الخلايا هي خلايا إنشائية يعني خلايا ميريستيمية، دول أن هي تنقسم وتدي خلية جديدة على طول. بيطلق عليها اسم الميريستيم الأول أو الميريستيم الإنشائي. ليه ميريستيم أول؟ لأن ده أول ميريستيم بيتكون في حياة النبات. والميريستيم الإنشائي الاسم ده أطلق عليه علشان منه هتنشأ جميع الخلايا اللي هتبني جسم النبات الكامل. بنلاحظ بعد ما بيتكون الميريستيم الإنشائي اللي هو نتج من انقسام خلية الزيجوت، هذا الميريستيم ينقسم علشان يعطي الجنين بعد كده، اللي هو بيتكون من محور جنيني وفلقات. المحور الجنيني ده كل خلايا ميريستيمية سواء كانت خلايا الجذور أو خلايا الريشة. طب لما يكون المحور أو الريشة والجذور خلايا ميريستيمية ونشأت من خلايا ميريستيمية سابقة لها اللي هي الميريستيم الإنشائي، إذا الجذور والريشة يعتبروا ميريستيم ابتدائي لأنهم نشأوا من انقسام خلايا ميريستيم سابقة له. يبقى عرفنا سبب تسمية الجذر اللي بينشا من نمو الجذور بالجذر الابتدائي ايه؟ هو لانه ينشا من ميريستيم ابتدائي هو الجذور، وسمي بالجذر الاصلي لانه ينشا من المنشا الاصلي للجذور في الجنين وهو الجذور. كما يسمى ايضا بالجذر الاولي لانه اول جذر بيتكون في المجموع الجذري بتاع النبات كله، لان الجذر ده هنشوف بعد كده ان هو لما بينمو ويتراجل في التربه بيديني محور يشبه الوتد، يعني قاعدته بتكون عريضة وبيكون مسحوب تدريجيا كده نحو القمة، أو بيقل سمكه تدريجيا ناحية القمة، فبنقول بيستبق نحو القمة. ده بنسميه بقى في الحالة دي بالجذر الوتدي، إذا عمل لي الشكل الوتدي ده. هذا الجذر الابتدائي اللي بيديني بنموه محور يشبه الوتد، فبطلق عليه الجذر الوتدي. أثناء نموه بتنشأ عليه الجذور جانبية من المنطقة الدائمة اللي موجودة فيه، لأن إحنا قلنا الجذر مقسم الى خمس مناطق، قلنصوه، قلمانيه، استطاله، شعريه جذريه، واخر منطقه اللي هي بتكون اكبر منطقه فيه بنسميها المنطقه الدائمه، بتنشا منها جذور جانبيه، سميت جانبيه لانها بتنمو جانبيا على المحور بتاع الجذر الرئيسي اللي هو الجذر الابتدائي. تمام؟ وهذه الجذور قلنا بتنشا من الانسجه الداخليه للجذر، بتنشا من الانسجه الداخليه للايه؟ للجذر، وتحديدا من طبقه البريسايكل. وكل جذر جانبي من الجذور اللي بتتكون دي بيبقى موجود عليه نفس المناطق اللي هي موجوده على الجذر الرئيسي، الجذر الاصلي اللي هي الكولونسوا والقمه الناميه والمنطقه الوسطيه والشعيرات والمنطقه الدائمه. يعني كل جذر جانبي في منطقه دائمه بتنشا عليها جذور جانبيه ثانيه اصغر. وكل جذر من الجذور الاصغر دي بتخرج عليه جذور جانبيه اصغر فاصغر الى ان تتكون شبكه من الجذور الجانبيه اللي هي بتكون مع الجذر الاصلي ما يعرف باسم المجموع الجذري. يعني هو عباره عن مجموع من الجذور وليس جذر واحد. فاصبح عندي المجموع الجذري يتكون من الجذر الاصلي اللي بنسميه جذر ابتدائي، واذا نما وعمل محور يشبه الوتد بنقول عليه
جسر وبدي بالإضافة إلى الجذور الجانبية التي تخرج عليه والجذور الجانبية التانية التي تخرج عليها وهكذا. طيب نيجي بقى نشوف في تسميات تانية. في تسميات تانية ممكن بتطلق على الجذور عشان ما تلخبطنيش. أنا حددت المجموع الجذري، قلت المجموع الجذري هو عبارة عن مجموعة من الجذور تتكون من الجذر الأصلي أو الابتدائي زائد الجذور الجانبية التي تخرج عليه. تمام؟ طيب الجذور الجانبية اللي هي بتخرج على الجذر الأصلي. عرفنا إنها اسمها جانبية لأنها تم أفقياً أو جانبياً على المحور الرئيسي بتاع الجذر الابتدائي. لكن أنا قلت كل جذر جانبي بتخرج عليه جذور جانبية تانية أصغر، ودي بيخرج عليها أصغر فأصغر فأصغر. علشان كده سموا الجذر الرئيسي أو الابتدائي بالجذر الأولي، لأن أول جذر بيتكون في المجموع الجذري. والجذور الجانبية اللي بتخرج عليه مباشرة سموها الجذور الثانية، والجذور الجانبية اللي بتخرج على الجذور الثانية سموها ثالثة، واللي بيخرج على ثالثة سموها رابعة، وهكذا بالتسميات. نيجي بعد كده بقى نلاقي إن مجموع الجذور الجانبية سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة بيطلق عليها اسمين. الأول الجذور الجانبية، ده بيطلق على جميع الجذور الجانبية سواء كانت تانية أو تالتة أو رابعة أو خمسة، لأن بنموها بيكون آخر وضع مائل أو عامل زي حتى مع الجذر اللي هيخرج عليه. وتسمى أيضا الجذور السنوية، جميعها جميع الجذور الجانبية دي بتسمى جذور سنوية لأنها بتنشأ من مرسين ثانوي. إيه هو المرسين الثانوي؟ اللي هو المرسين اللي بينشأ من خلايا بالغة استعادت القدرة على الانقسام وتحولت لخلايا مرسين. فنيجي نبص ونقول الجذور الجانبية دي بتنشأ تحديدا من طبقة البريسايكل اللي بتبقى موجودة حوالين المستوانة الواعية، وهذه الطبقة هي طبقة من خلايا برانكيمية بالغة. إيه اللي بيحصل بقى؟ إن الخلايا البرانكيمية اللي موجودة في المنطقة اللي هينشأ فيها الجذر بتستعيد القدرة على الانقسام وتتحول لخلايا ذات طبيعة مرستمية، تعمل لي مرستم قمي كده للجذر الجانبي. يبدأ هذا المرستم ينقسم ويبني لي جسم الجذر الجانبي اللي بيشق طريقه داخل أنسجة الجذر الرئيسي إلى أن يبرز خارجه. إن شاء الله هنشوف الكلام ده وإحنا بنشتغل عملي. ما بنيجي نعمل قطاعات في الجذور ونحاسب تحت الميكروسكوب، هنشوف الجذور الجانبية في أطوار مختلفة من النمو، ونشوف إن هي تنشأ من طبقة البريسايكل وازاي بتشق طريقها لحد ما تخرج خارج الجسم. تاني بقى الخلاصة علشان الموضوع يوضح قدام الناس، عرفنا ان الجذور بنقسمها قسمين رئيسيين، الجذور الابتدائية او الاصلية، دول قسمين لحاجة واحدة وهي الجذور التي تنشأ من نمو الجزيرة، وجذور عرضية ودي تنشأ من اي جزء في النبات خلاف الجزيرة. مسكنا الجذر الابتدائي وعرفناه وقلنا مسمياته. الجذر الابتدائي له عدة اسماء، جذر ابتدائي لانه بينشا من مرسيم ثنائي من مرسيم ابتدائي اللي هو الجذير، وعرفنا عن ايه مرسيم ابتدائي، وسمي بالجذر الاصلي لانه بينشا من المنشا الاصلي للجذور الجنين وهو الجذير. وسمى ايضا بالجذر الاولي لان اول جذر بيتكون في المجموع الجذر كله. عرفنا بعد كده ان في جذور بتنشا على الجذر الاصلي دي بتبقى عامله زاويه حاده مع المحور الطولي بتاع الجذر الرئيسي، بنسميها عشان كده الجذور الجانبية. وكل جذر جانبي بتنشأ عليه جذور جانبية أصغر فأصغر فأصغر حتى تكون لي شبكة من الجذور اللي هي بتكون المجموع الجذري. وبعدين الجذور الجانبية عرفنا إن بيطلق عليها كلها سواء كانت تانية أو تالتة أو رابعة اسم الجذور الثانوية نسبة لأنها كلها بتنشأ من مرستيم ثانوي. ومن حيث الترتيب بنقول الجذر الاصلي هو اول جذر في المجموع الجذري بنطلق عليه الجذر الاولي. تمام؟ الجذور الجانبيه اللي بتخرج عليه بنسميها جذور ثانيه. الجذور الجانبيه اللي بتخرج على الجذور الثانيه بنسميها الجذور الثالثه، واللي يخرج على الثالثه بنسميها رابعه وهكذا. طيب وظيفه المجموع الجذر الاصلي ايه؟ وظيفه تثبيت النبات في التربه، وده بيحسب بواسطه المنطقه الدائمه من الجذر، وامتصاص الميه والاملاح من التربه، وده بيحصل بواسطه منطقه الشعيرات الجذريه. الملحوظه اللي انا عايز اقولها هنا بسرعه ان غالبا النباتات ذوات الفرقتين وخاصه التي تتكاثر بالجذور بيعمل الجذور فيها عشان يكون المجموع الجذري الاصلي. اما في ذوات الفرقه الواحده حتى التي تتكاثر بالجذور فان
زي ريانا بيكون الجذر الاصلي او الابتدائي اللي هو بيستمر فتره من النمو مع النبات ثم يضمر ويتحلل يختفي. طب امال مين اللي هيغذي النبات ويثبته في التربه؟ قبل ما يضمر الجذر الاصلي ويبدا يختفي بتنشا من قاعده الريشه وهي بتنمو عشان تتصرف، بتنشا من قاعدتها مجموعه من الجذور، مش جذر واحد لا ده مجموعه من الجذور تنمو سريعا وتكون المجموعه الجذر المستديم للنبات. هذه المجموعه لم تنشا من الجذور وانما نشات من قاعده الريشه اللي هي هتبقى قاعده الصف المستقبل، عشان كده بتكون هذه الجذور جذور عرضيه وليست جذور اصليه. دي هنا الجزء الثاني من الشرح بيكلمني عن وظيفه الجذر الوتدي او المجموع الجذري الاصلي، هي وظيفه تثبيت النبات في التربه الى جانب امتصاص الماء والاملاح، دول وظيفتين الرئيسيين بتوعه. في بعض النباتات بيأدوا وظائف ثانيه ان هو يقوم بتخزين الغذاء الزائد عن حاجه النبات في انسجته فيحدث لها تضخم ويصبح لحمي، فبنسمي الجذور في الحاله دي بقى مش جذور وتديه بس، لا جذور وتديه جرانيه. فبنلاقي التقسيم بتاع الجذر الاصلي بنقسمه بعد كده الى قسمين، جذر اصلي وتدي اللي هو عمل محور مخروطي بس غير متشحن، وجذر وتدي درني اللي هو مخزن الغذاء ومتضخم. وده في منه اربع انواع، يعني الانواع دي بنحددها على حسب الشكل. النوع الاول جذر مخروطي زي جذور الجزر، بلاحظ هنا ان الجذر بتكون قاعدته عريضه ومسحوب بانتظام كده ناحيه القمه، يعني بيصدق تدريجيا ناحيه القمه. الشكل الثاني بنقول عليه الشكل المغزلي او الجذر المغزلي زي جذور نبات الفك، مغزلي يعني ايه؟ بيبقى منتفخ من منتصفه كده ومسحوب ناحيه القاعده وناحيه القمه، يعني الطرفين مسحوبين لكن الوسط بيكون سميك. ثالث اللي هو الجذر الكروي، هنا بلاحظ ان الجذر بيبقى اخد شكل كروي في معظم اجزاره، عطي الشكل الكروي كده في الجزء اللي هو مخزن الغذاء. الشكل الكروي معناه ان تقريبا بيكون متساوي الاقطار من جميع الاتجاهات، لان بنسميه الشكل الليفتي، بيكون يشبه الى حد كبير الشكل الكروي لكن بيكون احد اقطاره خصوصا القطر الافقي ده اكبر من القطر المتعامد عليه، يعني بيبقى عامل زي القفص بنسميه شكل. ناتي الان الى القسم الثاني من الجذور وهو الجذور العرضيه. الجذور العرضيه هي الجذور التي تنشا من اي جزء من النبات ولكنها لا تنشا من الجذور، يعني ممكن الاقي في جذور بتنشا من الاوراق او جذور بتنشا من الساق، هذه الجذور تعرف بالجذور العرضيه، انما الجذور تنشا من الجذور تعرف بالجذور الاصليه. طيب انا في عندي نباتات لا تتكاثر بالجذور وتتكاثر باجزاء خضريه من النبات زي القلقاس اللي بتكاثر باجزاء من الكرمه اللي هي الساق الارضيه، البصل بالابصال، النجيل مثلا بالريزومات يصبحون ارضيا. كل هذه النباتات التي تتكاثر باجزاء خضريه ولا تتكاثر بالجذور لابد ان يكون مجموعها الجذري جذر عرضي، مجموعها الجذري لابد ان هو يكون عباره عن جذور عرضيه. ليه؟ لان انا استخدمت اجزاء خضريه من النبات في اكثاره وانتاج نباتات جديده، ما استخدمتش جذور. تمام؟ وما دام ما استخدمتش جذور يعني ما فيش جنين عندي في ريشه وبذير وبذير هيديني مجموعه جذر اصلي، وانما اخدت جزء خضري من النبات وزرعته فالبرامل عليه بتنمو تدي مجموع خضري، واثناء نموه هذا المجموع الخضري بتنشا من قاعدته جذور فبتكون جذور عرضيه. يبقى دي قاعده عامه عندي ان جميع النباتات التي تتكاثر خضريا بواسطه عقل او درانات او كرومات او غير ذلك بيكون المجموع الجذري للنباتات الناتجه مجموع جذري عرضي. نشوف بقى انواع الجذور العرضيه، بنقسمها على حسب الوظيفه اللي بتاديها الى، يعني على حسب الوظيفه على حسب شكلها، الى جذور عرضيه ريفيه. وهذه الجذور العرضيه هي جذور بتنشا على السيقان على سيقان بعض النباتات سواء كانت سيقان هوائيه او سيقان ارضيه، بتنشا باعداد كبيره بيكون عددها كبير وهي عباره عن جذور خيطيه رفيعه، علشان كده بيسموها جذور ليفيه. وظيفتها ان هي تقوم بتثبيت
النبات في التربه امتصاص الماء والاملاح، يعني ما لهاش وظائف مختلفه عن وظائف الجذور. هنا الصوره اللي قدامي دي ده نبات النجيل اللي هو له ساق رزونيه بتنمو تحت سطح التربه وبينمو عليها افرع هوائيه بتكون بتنمو الاعلى فوق سطح التربه، وبينمو من على ساق الرزوم الاسفل جذور خيطيه باعداد كبيره زي ما انت شايفه اللي بنسميها الجذور الليفيه. نبات البصل اللي هو موجود قدامي ده الجزء المتفق اللي انا شايفه ده عباره عن قواعد الاوراق المتشحنه بتبقى خارجه على ساق كرسيه صغيره اللي هي القمع اللي بتشال لما بنيجي نقشر البصل بنشيل الحته اللي تحت دي بالسكينه. الجزء اللي احنا بنشيله اللي انا هشاور عليه بالمؤشر هنا اهو، الجزء اللي احنا بنشيله ده عباره عن ساق كرسيه ناشئ من الساق من تحت جذور باعداد كبيره اهي بتبقى عباره عن خيوط رفيعه بنسميها الجذور الليفيه. طبعا هي هنا علشان ناشئه من ساق فهي جذور ارضيه. النوع الثاني يعني خلينا نتامل في قدره ربنا سبحانه وتعالى ونقول سبحان الخالق عز وجل. النوع ده بيتكون في بعض النباتات زي القصب والذره اللي هي بتتميز بانها بتكون سيقان هوائيه قائمه بتصل الى ارتفاعات كبيره شويه يعني اكثر من متر ونص، متر ونص لمترين، والساق هنا بتكون غير متفرعه وذات مجموع جذري عرضي ليفي بيبقى متكون على عقد الساق اللي موجوده تحت سطح التربه اللي انا شايفها دي. بيبقى موجود فيه جذور عرضيه ليفيه. الجذور دي بيبقى انتشارها سطحي في الطبقه السطحيه، فلا تكفي لتثبيت الساق بتاعه النبات اللي احنا قلنا بتصل ممكن في ارتفاعها المترين او اكثر. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ميز هذه النباتات بنوع ثاني من الجذور بينشا من عقد الساق اللي موجوده في سطح التربه. زي ما انت شفتيها بشار بالمؤشر دي الساق اهي. العقد القريبه من سطح التربه بتنشا منها جذور زي ما انت شفتيها بتكون سميكه، بنسمي هذه الجذور بجذور الدعميه اسف الجذور المساعده. وهنعرف ليه بنسميها بجذور المساعده دلوقتي، لانها بعد ما تنمو لفتره بتبدا تنحني في اتجاه سطح التربه زي ما انت شايف كده وتصل الى سطح التربه فتخترقها زي الصوره بقى اللي جنبها. هنا بنلاقي جذور المساعده اهي خارجه من فوق سطح التربه ووصلت لسطح التربه بتخترقها وتتشعب جواها وتصير طعامات قويه بتدعم الساق بتاعه النبات. سموها ليه بجذور المساعده؟ لانها بتساعد المجموع الجذري اللي هو بيتكون من جذور عرضيه ليفيه موجوده تحت سطح التربه بتساعدها في تسبيح النبات في التربه وفي امتصاص الماء والاملاح. النوع الثالث بقى اللي انا هشوفه دلوقتي اللي هي بنسميها جذور درانيه. بنلاحظ في بعض النباتات زي الذره والاسبرغس ان في جذور بتنشا او الجذور بتاعه النبات بتنشا من قاعده الساق فهي جذور عرضيه. يعني الجزء اللي انا شايفه قدامي ده عباره عن الساق بتاع نبات البطاطا، الجزء اللي موجود تحت سطح التربه نشا عليه جذور عرضيه الا ان هذه الجذور تضخمت نتيجه تخزين الغذاء واصبحت لعنيه فبنسميها جذور عرضيه درانيه. نبات نبات الاسبرغس نبات الاسبرغس اللي قدامي ده ده جذر عرضي، الجزء ده عباره عن جذر عرضي اتكون على الساق بتاعه النبات. بلاحظ برضو ان هو في جزء منه تضخم مكون درنه الا ان هذا الجذر العرضي خارج عليه جذور جانبيه بنسميها جذور ثانويه ايضا، تمام؟ وهذه الجذور الثانويه تضخمت اجزاء منها وتحولت الى درنات. فهنا في نبات الاسبرغس بنلاحظ ان الدرنات بتتكون على الجذر العرضي نفسه وبتتكون ايضا على الجذور الجانبيه اللي بتنشا عليه اللي هي الجذور الثانويه. ودي بتبقى مهمة بقى لو جالي درنة البطاطا، ومش هيجيب له طبعا نبات البطاطا وجزء من الساق عليه مجموعة من الدرنات، ويجيب له الدرنة واقول له وصفها، بوصفها على انها جذر عرضي درني، وبكتب بين قوسين الدرنة تكونت على الجذر العرضي نفسه. أما إذا جاب لي الأسبرغس فبقول هنا إن الجذر عرضي درني والدرنات تتكون منها ما يتكون على الجذر العرضي نفسه ومنها ما يتكون على الجذور الجانبية اللي بتنشأ عليه. النوع الرابع اللي عندي بعد كده جذور الشده او المتقدسه، وهذا النوع من الجذور بينشا على السيقان الارضيه في بعض النباتات زي الاولاس وزي جلاديولاس. من الساق هنا ساق ارضيه في سواء في الاولاس او جلاديولاس، ساق ارضيه بتتكون تحت سطح التربه وبتكون قريبه من سطح التربه لذلك بتنشا عليها جذور سميكه زي ما انا شايف كده، وهذه الجذور بتبقى في اجزاء منها عامله ملتوية زي السوستة أو الياي. لما ينمو الجذر داخل التربة ويصل لعمق معين بيخلي السوستة تنفرد
أو الأجزاء الملتوية تنفرد، ثم يحدث انقباض لهذه الأجزاء فتسحب الكرمة أو الساق الأرضية إلى أسفل تضعها في عمق مناسب للنمو. هي عشان طبعا ناشئة على ساق فبنسميها جذور عرضية، بتأدي وظيفة إيه هنا؟ التقلص أو الانقباض أو الشد لسحب الكرمة أو الساق الأرضية إلى عمق مناسب، عشان كده بنسميها جذور عرضية شادة أو متقلصة. نيجي بقى اللي هي الجذور المتسلطة. الجذور المتسلطة دي جذور بتساعد النباتات اللي سقنها ضعيفة على تسلق الدعامات، زي نبات حبل المساكين. نبات حبل المساكين ساقه بتكون ساق طويلة وضعيفة لا تستطيع الارتفاع فوق سطح التربة المعتمدة على نفسها لأنها ضعيفة، فبيمشي على ساق جذور. الجذور دي بتكون خيطية وبتكون بعدات كبيرة، وظيفتها إن هي تلتصق بأي دعامة ممكن تكون مجاورة للنبات فتسحب ساق النبات بجوارها وتساعدها على النمو الى اعلى، زي ما انا هشوف في الصوره اللي هي عندي بعد كده. اي دي صوره حقيقيه لنبات حبل المساكين. بلاحظ اهي الساق اللي انا بقول عليها ان هي ساق ضعيفه، بتكون طويله جدا ورفيعه، عشان كده ما تقدرش ان هي تعتمد على نفسها ان هي تنمو راسيا فوق سطح التربه، فخارج عليها جذور خيوطه هنا شايفها بعدات كبيره. هذه الخيوط هي عبارة عن جذور عرضية بتلتف حول أي دعامة مجاورة لها زي جذع النبات ده، زي جذع نبات، وتشد ساق حبل المساكين تلزقها فيها تساعد على النمو الأعلى والارتفاع فوق سطح التربة. اللي بعد كده عندي النوع اللي بعد كده من الجذور العرضية هي جذور بنسميها جذور هوائية، وفي كمان جذور دعامية. الشجرة اللي قدامي دي هي شجرة التين البنغالي. هذه الشجرة بتمتاز بإن ساقها أو الجذع بتاعها بيرتفع لمسافة بسيطة فوق سطح التربة، يعني الجزء اللي أنا بشاور عليه ده هو الجذع الرئيسي بتاع الشجرة لكن مغطياه مجموعة من الجذور، هنعرف إن هي جذور دلوقتي، ارتفاعه بسيط بالنسبة فوق سطح التربة، إلا أن هذا الجذع بيعطي أفرع كبيرة بأعداد كبيرة وبتمتد أفقيا لمسافات بعيدة. يعني لاحظت هنا بلاقي الفرع الواحد بيصل إلى طول يعادل أكثر من 10 أمثال طول الجذع الرئيسي، فعشان كده الأفرع اللي بيكونها النبات وهي أفرع كبيرة وبتنمو نمو سنوي بتتخشب، يعني هتشكل تقل كبير على الساق مش قادر الساق يشيلها فممكن تنكسر بسهولة، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى حباها بصفة معينة بتؤدي إلى نمو جذور من هذه الأفرع بتمتد في اتجاه رأسي نحو سطح التربة. هذه الجذور قبل أن تصل إلى سطح التربة نطلق عليها جذور هوائية، هي تنمو في الهواء وتقوم بامتصاص الرطوبة من الجو وتمد بها النبات، لكن مع استمرار نموها زي ما أنا شايف بقى في الأجزاء القديمة دي، مع استمرار نمو الجذور العرضية اللي اتكونت دي ووصولها إلى سطح التربة بدأت تتفرع بجواها، وهذه الجذور بيحصل فيها نمو سنوي يعني بتزيد في السمك وتتخشب فتصبح دعامات قوية تسند الافرع اللي بيكونها النبات وتمنع سقوطها وانكسارها. ففي الحاله دي طالما وصلت الى سطح التربه وفرعت جواها بنسميها جذور دعاميه، وجميعها طبعا جذور عرضيه لانها ناشئه من الافرع ولم تنشا من جذير. شفنا هنا المؤشر بيشاور لي على الجذور الصغيره اللي هي نتجت من الافرع ولسه لم تصل الى سطح التربه، كاتب ان هي اريال رولز يعني جذور هوائيه، اما الجذور الثانيه اللي هي وصلت لسطح التربه واخترقتها واتخشبت واصبحت دعامه قويه فسماها سبورتنج روتس اللي هي جذور. تيجي الحاجه بقى اسمها الجذور التنفسيه، وعشان اقول قصتها باختصار وببساطه، عندي بعض النباتات زي نباتات ابن سينا المنجروف، دي نباتات بتنمو في بعض المستنقعات الملحيه، يعني بتنمو في بيئه التربه فيها بتكون مشبعه بالماء ومغطاه بالماء. بنلاقي هنا ان المجموع الخضري بتاع النبات زي ما انا شايف كده ظاهر فوق سطح الماء، اما اجزاء السفليه ومجموعه الجذري بيكون نامي في التربه المشبعه بالميه ومتغطي بالميه ايضا، فمفيش فرصه عنده ان يحصل على الاكسجين اللازم لتنفس خلايا، وبكده ممكن تختنق خلايا الجذور فيموت النبات بالكامل. علشان كده هنوضح بقى الرسم دي عشان تبقى العمليه اكثر وضوحا، في رسمه تخطيطيه هنوضحها. الرسمة اللي قدامه دي الجزء ده بيمثل المجموع الخضري بتاع النبات، معلش اسف،
المجموع الخضري بتاع النبات والخط الافقي ده، خط الافقي اللي انا ماشي عليه بالمرش ده بيمثل سطح الميه، موجود تحت سطح الميه هنا وداخل التربه المجموع الجذري بتاع النبات. علشان كده مش قادر يحصل على اكسجين لازم تنفسه، ممكن يموت فيموت النبات بالكامل. فبلاقي في جذور بتتكون من قاعده الساق، ادي قاعده الساق اهي، في جذور بتتكون منها وبتنمو افقيا تحت سطح الميه، بتمتد افقيا تحت سطح الميه وبترسل اجزاء منها الى اعلى فوق سطح الميه. يعني هي نموها الاساسي ان هي بتنمو افقيا تحت سطح الميه، لكن بترسل نموات منها تظهر فوق سطح الميه زي بروزات كده، شايفها انا واضحه في الصوره عندي هنا اهي، مشاور عليها ده الساق الرئيسي بتاعت النبات، ودي بروزات طلع جنبها، دي ناشئه من الجذور العرضيه اللي بتنمو افقيا فوق سطح الميه. فايدتها ايه؟ في اجزاء من الجذر العرضي بتظهر فوق سطح الميه بيبقى فيها ثقوب، الاجزاء اللي بتظهر فوق سطح الميه بيبقى فيها ثقوب، كل ثقب تحت منه ممر ممتد بطول هذا الجزء وماشي بطول الجذر العرضي الى ان يصل الى المجموع الجذري بتاع النبات اللي هو بيبقى مغمور بالميه. عشان ايه الكلام ده؟ عشان الهواء الجوي يدخل من الفتحات اللي موجوده في هذه الاجزاء ويمر فيها داخل الممرات الممتده بها الى ان يصل الى الجذر، المجموع الجذري الرئيسي بتاع النبات، فيمد بالاكسجين بتاع الهواء الجوي لازم يتنفسه. وعشان كده هذا النوع من الجذور هي جذور عرضيه لانها بتنشا من الساق، بتادي وظيفه ايه؟ التنفس، فنسميها جذور عرضيه تنفسيه. السؤال اللي بنطرحه بعد كده بقى، بعد ما شرحنا انواع الجذور المختلفه قسمناها الى قسمين، جذور اصليه اللي هي بتنشا من نمو الجذور، وجذور عرضيه اللي هي بتنشا من اي جزء من النبات بخلاف الجذور. السؤال اللي طرحه هنا، كيف تميز بين المجموع الجذري الاصلي والمجموع الجذري العرضي؟ نظريا نميز بينهم بان بقول من حيث المنشا المجموع الجذري الاصلي بينشا من الجذور، اما المجموع الجذري العرضي ينشا من اي جزء من النبات ولا ينشا من الجذور. المجموع الجذري الاصلي بيبقى فيه جذر رئيسي واحد هو اكبرهم حجما وسمكا، اللي هو اللي بنقول عليه الجذر الابتدائي والجذر الوتدي، بالاضافه الى عدد كبير من الجذور الجانبيه اللي بتبقى مترتبه في نظام تعاقب قمي. ادي الجذر الرئيسي اهو بتاع النبات في حاله المجموع الجذري الاصلي، وخارج عليه جذور جانبيه في نظام التعاقب القمي. اما في حاله الجذور العرضيه فالمجموع الجذري يحتوي على عدد من الجذور الرئيسيه وكلها بتكون متماسكه السمك الى حد ما. تمام كده؟ كان دول فرقين واضحين بين المجموع الجذري العرضي والمجموع الجذري الايه؟ الاصلي. طب عمليا لو انا جبت لك في الامتحان مجموع جذري وقلت لك حدد لي المجموع الجذري ده مجموع جذري اصلي ولا مجموع جذري عرضي؟ هتقول لي ان انت بقى يعني هتعمل ايه بقى؟ يعني وضع موجود قدامك، قول لي بقى ده جذر اصلي ولا جذر عرضي، هتعمل ايه؟ هتتكلم لي كلام نظري وتقول لي بفرق بينهم من حيث المنشا، انا مش شايف المجموع الجذري اللي اتحط قدامي ده، انا ما اعرفش اذا كان نشا من جذور ولا من قاعده ساق، لان جايب مجموع جذري بس. لكن ممكن استخدم الخاصيه الثانيه اللي انا قلتها او الصفه الثانيه اللي انا قلتها، وهو عدد الجذور الرئيسيه اللي موجوده فيه. فالمجموع الجذري الاصلي بلاقي ان في جذر رئيسي واحد اللي هو بياخد شكل الوتدي، يعني عريض من ناحيه قاعدته ومسحوب تدريجيا نحو القمه، وبتخرج عليه عدد من الجذور الجانبيه في نظام تعاقب قمي. اما المجموع الجذري العرضي بيبقى فيه عدد كبير من الجذور العرضيه اللي بتكون متماسكه السمك تقريبا. دي الصفه اللي اقدر اميز بيها بين المجموع الجذري العرضي والمجموع الجذري الاصلي على الواقع عمليا. طيب الصوره اللي قدامي دي صوره لمجموع جذري هي موجوده قدامي، يعني صوره لمجموع الصوره طبيعيه لمجموع جذري. تقدر تقول لي المجموع الجذري ده بقى اصلي ولا عرضي؟ اه طبعا بمنتهى السهوله، انا ببص بلاقي المجموع الجذري ده في جذر رئيسي واحد هو اكبر الجذور اللي موجوده من حيث الطول ومن حيث السمك، وبيخرج عليه مجموعه من الجذور الجانبيه. يبقى هذا الجذر هو او هذا المجموع الجذري هو عباره عن مجموع جذري اصلي، لان في جذر رئيسي واحد اخد شكل الوتدي، وهذا
عليه جذور جانبية أصغر منه في الحجم.